مشاهدينا الكرام، مباشر هذه اللحظه، هذه وحده من الناس اللي كانوا محتجين في حاله اغماء بسبب هذا الوضع، هذا الشمس، العطش والخوف وكذلك الاعصاب. هذه السيده اللي طاحت دابا حاليا بعد ما دمرت هذيك الاليه اللي بغاو يحاولوا بها انهم يسرحوا الطريق، سخفات هذه السيده هذه كما كتشوفوا معنا. الوضع الحالي هو هذا، ما زلنا امام هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كيقوموا بها هاد الناس اللي مستغلين هاد الاملاك المخزنيه بموجب كراء كيتأدى عليه سنويا حوالي تقريبا واحد 11 او 12 الف درهم سنويا، مقابل انهم يستغلوها في اطار الفلاحه واستغلال الفلاحي. مع كامل الاسف الوضع مازال متازم وباقي ما دارت شي حل، وما عرفناش هذا القرار واش اداري او لا قرار اخر. الشركه المكلفه بالبناء باغا تدوز الطريق في هذه البلاد هذه اللي هضرنا عليها قبيله، ديال 8 دكتورات و 400 ار، وباستعمال السلطه ورجال الدرك الملكي، السلطه المحليه ورجال الدرك الملكي، اللي لحد الساعه باقى الامور سلميه. فقط هذه الحاله هذه ديال هذه السيده هذه اللي جاتها حاله اغماء بسبب هذا الوضع هذا اللي هما فيه حاليا، ربما هي مساله اعصاب ويعني ستريس والخلعه من بعد ما دمرت التراكس، خافت وجاتها هذه الحاله ديال الاغماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسب المعطيات والمعلومة اللي توصلتنا، لأن هاد السيدة اللي طايحة راها حاملة في شهورها الأولى في الحمل، ربما الضغط والخلعة. الله يحسن الأوان. سنين من استغلال ديال الأرض الأجداد، في الأخير يجي هذا القرار بهذا الشكل هذا، كيطلب مدة باش الإنسان يتقبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام عبر هذا المباشر لنقل احداث هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دخل فيها اطراف ديال المتنازعه، الشركه البناء وكذلك السلطه حتى هي حاضره، الدرك الملكي ورجال السلطه المحليه. والوضع كما سمعتوا كما قلنا لكم على انه وضع يعني يستدعي الى نوع من التريض وقرار محكمه، لانه ما داخلين في القضاء ما عندناش شي معلومه يعني شنو صدر في قرار ديال المحكمه. اكيد ان المحكمه بقى ما صدرتش حتى شي قرار، لكن الان كنشوفوا الناس ديال السلطه حاضرين من اجل تنفيذ قرار اداري، غالبا هو قرار اداري فقط، ليس هناك قرار للمحكمه. والوضع متأزم نوعا ما، الوضع غير مستقر كما كتلاحظوا معنا، لان السيده مازال في حاله اغماء. حسب المعلومات اللي توصلنا بها لانها حاله اغماء بسبب الحمل. هذيك الساعة مرحبا بهم، حنا ما كنعرضوهمش، حنا جيبوا لنا حقوق بالمحكمة مع السيد وكيل الملك ويدخلوا ياخذوا الطريق، ياخذوا الطريق. تعاودوا تقولوا هادشي للجهات المعنية، وسيد باشا بطبيعة الحال، بطبيعة الحال كيتهجموا علينا، ماشي مرارة موزيكرا، كيتهجموا علينا، كيتهجموا علينا. السيدة هي دابا
كما قلنا الوضع غير مستقر هنا بني خلف طريق الرباط البلاد كيقولوا لها بلاد وعمار اللي الناس كتستغل هذه الارض هذه منذ سنين بعقد كراء مع اداره ديال الاملاك المخزنيه. نحاولوا ناخذ واحد التصريح من عند السيده. حتى هي كانت كتحتاج كانت كتاخذ. السلام عليكم. كان ممكن واحد الكلمه اختي؟ اولا بعدا قدمي لنا نفسك والسيده شنو واقع عليها؟ اولا انا بنت السيد مول هذا الارض اللي كاري هذا الارض. هذا الارض كان كاريها جدي الله يرحمه منذ 40 سنه ومن بعد خداها الوالد ديالي اللي خداها لي ومن بعد توفى الوالد ديالي بقينا حنا الورثه ديالو. وهاد الناس مهجمين علينا بدون حكم للمحكمه. شكون بالضبط هاد الناس اللي مهجمين؟ السلطات المحلية القيد والباشا والناس اللي معاه هما اللي مهجمين علينا ومازال ما صدرش. حنا عندنا بعدا دعوة في المحكمة، حنا رافعين عليهم دعوة في المحكمة ومازال ما صدرش الحكم، مازال عندنا جلسات، مازال ما سالوش، هما تهجموا علينا غادي يخسروا ومازال الحكم ما صدرش. واخا بالنسبة لهاد الأرض هادي نتوما عندكم عليها شي وثائق على أنكم كارينا؟ من طبيعة الحال عندنا عليها الوثائق وكنأديو الصومة الكرائية ديالها سنويا وعندنا الوثائق عندنا. واخا قلتي لي مدة ديال 40 سنة. يعني الجد ديالي منذ 40 سنة وحنا عندنا الوثائق ديالها كنأديو الصومة الكرائية ديالها سنويا ملي كان الجد ديالي ومن بعد خداها الأب ديالي ومن بعد بقينا حنايا. وبالنسبة للمسألة ديال القضاء واش صدر شي حكم ولا شي قرار؟ هذا هو المشكل اللي عندنا، دابا المشكل كامل هو هذا. حنا دابا عندنا رافعين عليهم دعوة قضائية في المحكمة ومازال ما صدرش الحكم. حتى يصدر الحكم من السيد وكيل الملك وياخذوا طريق. ربما هذا قرار طريق. ربما قرار إداري هذا. هذا ما قرار لا إداري لا والو، هادو كيتهجموا علينا بدون أي قانون. ما عرفتش شي قانون عندهم وفدهم بدون اي قانون بدون اي وثائق اداريه بدون حكم. حنا عندنا دعوه في المحكمه خاص حتى يصدر الحكم من عند السيد وكيل الملك خاصها ياخذوا طريق ما حبسوهم يحبسوهم. يعني انتم ماشي ضد القانون؟ حنا ماشي ضد القانون، يخرج ليهم حكم من المحكمه ياخذوا طريق، حنا ماشي ضد القانون. يدخل طايل علينا يدخلوا لي ياخذوا طريق ولكن حتى يصدر حكم من عند السيد وكيل الملك. هما راه جايين دابا بدون قانون، هادشي اللي كتشوف دابا راه بدون قانون، دابا يتهجموا علينا، ماشي المرة الأولى ماشي المرة الثانية ماشي المرة الثالثة، عرفتي شحال من الناس خدامين معانا؟ راه الناس بزاف اللي تيعيشوا معانا. شحال تقريبا؟ أكثر من 50، أكثر من 60. كلهم عندهم أسر ديالهم، عندهم العائلات. عندهم أسر، عندهم عائلات، ما عندهم حتى تكوين مهني. في الأرض ديالكم اللي أنتم كتستغلوها حالياً بالكراء كنشوفوا واحد الدار. هذيك الدار ديال من؟ ديالنا هذه. كاين الدار، كاين أدوات فلاحية، كاين بزاف الحوايج. شفنا حتى واحد البلاصة اللي دايرين فيها الأشجار ديال الزيتون، المطيشة. أشجار الزيتون، الأدوات الفلاحية. ما يسمى بالبوتاغوت وادوات الاشي كله تزيين شجر الزيتون الغله الفلاحيه. واخا بالنسبه لهاد السيده مسكينه دابا اللي طاحت هنا واش قاسها شي حد او لا غير مجرد خلعات من طراكسه؟ من اللي ديما راه طراكسه بغي يخلعات خافت.